اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا الاهلي خلاص يعني بيستعد لعدد من المباريات المهمه ومرحله غايه في الاهميه بتخللها ثلاث بطولات. اولا المباراه المقبله بالنسبه لك على طول هي مباراه سموحه في نصف نهائي كاس مصر، وهي مباراه غايه في الاهميه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله ان احنا نتخطى المباراه دي والعقبه دي عشان توصل المباراه النهائيه، وبالتالي تفرق معاك معنويا بشكل كبير قوي 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 قبل مواجهه الزمالك في مباراه القمه اللي هتكون يوم السبت 21 من الشهر الجاري قبل مباراه البنك الاهلي على ما اتذكر، هي اللي هتكون متبقيه بالنسبه للنادي الاهلي قبل خوض غمار منافسات بطوله كاس العالم للانديه. فبالتالي هي مرحله مهمه قوي بالنسبه لك، ومهم جدا ان انت تكون مركز في كل مباراه على حده وازاي تخرج باكبر مكاسب ممكنه من كل مباراه. هو اهم مكسب انك تفوز باي ماتش، لكن في نفس الوقت الحفاظ على اللاعبين، جزئيه الاصابات، الاجهاد، وهي معادله صعبه جدا بصراحه بالنسبه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. فعشان كده المرحله دي هي مرحله حساسه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، بس بالتحديد عايز اتكلم على قرعه كاس العالم امبارح، كاس العالم للانديه اللي اقيمت في المغرب، القرعه بالتحديد، واللي كان نتائجها ان الاهلي طبعا احنا عارفين كده كده هنقابل اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا يوم واحد من الشهر المقبل في شهر فبراير، اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. تقدر تكسب باذن الله واحد احد، بس لازم تكون جاهز طبعا، ولازم تكون مدعم نفسك كويس جدا 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 بالصفقات، لازم تكون رايح لكاس العالم وانت باقل عدد ممكن من الاصابات، انت في اجهاد وفي ماتشات كتير جدا ورا بعض ممكن يكون الله اللي يقدر نتائجها اصابات مختلفه. ان شاء الله يكون في كمان عدد من اللاعبين اللي يكونوا جاهزين لكاس العالم للانديه سواء بيرسيتاو وطاهر بخلاف الصفقات الجديده اللي جبتها واللي هتجيبها. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق في المرحله دي، لكن المهم انك هتقابل اوكلاند في اول مباراه ان شاء الله تتخطى هذه العقبه، وبعدين تقابل فريق سياتل ساوندرز بطل الكونكاكاف. والقرعه مش صعبه، المنافسة أكيد صعبة زي ما حضراتكم شايفين كده القرعة قدامكم، المنافسة أكيد صعبة مفيش حاجة مضمونة. فرقة أوكلاند من آخر ماتش لعبوه باين في شهر كام، من شهر ونص فاتوا آخر ماتش رسمي، لكن بيستعدوا بعض المباريات الودية، عندهم راحة، مفيش إجهاد، مفيش إصابات، الدنيا كويسة، فبيستعدوا بمنتهى القوة. فبالتالي لا تأمن مثل هذه المباريات خالص، عشان الناس اللي ممكن تكون متخيلة إن أنت سهل تعدي، لا مش سهل، الموضوع صعب، لازم تكون مركز 100%. باذن الله واحد احد تعدي اوكلاند تقابل سياتل ساوندرز بطل كونكا كاف في الدور الثاني، وهي مباراه طبعا اكيد طبعا في كاس العالم، هي مباراه مهمه، لكن الاهم ان انت تتخطاها باي طريقه من الطرق الفنيه باذن الله نكون موفقين. وهناك بقى ولا بيبقى في مشاكل تحكيميه ولا بيبقى في تعنت من بعض الحكام ولا بيبقى في اي حاجه، الناس محايده، عداله هي السمة الأساسية في إدارة المباريات بالنسبة للحكام. فبالتالي هيبقى عندك فرصة أنك تعدي سياتل ساوندرز، لأن أنت أصلا فريق عندك تاريخ كبير جدا، سياتل ده تقريبا أول مرة بيشارك في كأس العالم للأندية، فريق عندك عدد من اللاعبين المميزين، فريق تقدر أن أنت تتخطى هذه المباراة بكل يعني مش عايز أقول بكل سهولة لأن المنافسة صعبة، لكن بالتركيز هتقدر تعدي وتحقق هدفك. من ضمن اهداف الاهلي ان يوصل المباراه النهائيه، لان احنا ياما وصلنا نص نهائي وبناخد البرونزيه وناخد مركز رابع مش عارف ايه كلام من ده، حققناه كتير، نفسنا نوصل المباراه النهائيه. بس العقبه الابرز والاقوى في البطوله هي ريال مدريد، عقبه ريال مدريد اللي هتكون في نصف النهائي. مش بس بقى الاحداث بقول ان احنا هنوصل نص نهائي، لا لازم تركز في كل مباراه لوحدها، لكن هيكون العائق قدامك نحو تحقيق الحلم الابرز بانك توصل المباراه النهائيه ويبقى على اقل تقدير تفوز بالميداليه الفضيه هيبقى ريال مدريد. ويعني ريال مدريد مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه ولا بامكانيات اللعيبه ولا بقدرات العناصر الموجوده بانشيلوتي المدير الفني بكلام من ده، فهتبقى المواجهه صعبه. بس ليه لا؟ لو انت جاهز صح تقدر على اقل تقدير تعمل اداء كويس زي ما عملت كده قدام البايرن، احنا لعبنا البايرن في كاس العالم قبل اللي فات في قطر، فقابلت بايرن في نص نهائي المونديال، عملت مباراه كويسه، خسرت 2-0، الجون الثاني جه في الاخر خالص يعني، لكن كنت عامل ماتش الى حد ما جيد. تقدر تعمل ماتش افضل من كده كمان قدام ريال مدريد في حاله الوصول لهذه المرحله باذن الله واحد احد، واحنا عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني وفي اللاعبين ان احنا نوصل يعني.
فخلي عندنا حلم ونسعى ليه ونحاول ان احنا نجتهد في ان احنا نحققه، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نوصل. والاهم بالنسبه لي ان احنا نوصل مباراه ريال مدريد ايا كان بقى النتيجه، لان النتيجه طبعا اعتقد هتكون يعني صعبه قوي، هيكون حلم كبير قوي انك تتخطى ريال مدريد في مباراه رسميه، رغم ان احنا كسبنا ريال مدريد قبل كده في مباراه وديه او مباراه لقب القرن 1-0 بهدف صنداي في 2001 باسيست حسام غالي، فما فيش حاجة بعيد. لكن إن شاء الله الأهم زي ما اتكلمنا إن احنا نوصل للمرحلة دي بأتم الجاهزية، وده اللي بتمناه وأكيد بيتمناه كل جماهير النادي الأهلي. فدي كانت القرعة، إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها.